مكافحة الفساد ليس في القضاء فقط، في كل مؤسسات الدولة، ولكن مكافحة الفساد اللي تقوي المؤسسات، اللي تدعم هذه المؤسسات بالحق، تصلحها من الداخل وتجعلها لا ترتد على الأعقاب ولا تكون في خدمة أي نظام سياسي. نحب نوضح بربي، وهذه مظبية تتحدث الوطنية، نحن لسنا مع أي حزب سياسي ولسنا ضد أي حزب سياسي، لسنا مع الحكومة ولسنا ضد الحكومة، لا نمارس العمل السياسي، نحن لا نصطف في أي جهة تهدف إلى إسقاط نظام أو دعم نظام. نحن ندافع على وجود السلطة القضائية في النظام الديمقراطي، ندافع على حق التونسيات والتونسيين في التمتع بسلطة قضائية تحميهم في حقوقهم، في حرياتهم، في أعراضهم. هذه الوحدة الصماء، هذا الحشد الهائل من قبل كل القضاة التونسيين اللي نتوجه لهم لأسمع عبارات الشكر على هذا اللي عبروا عليه من خلال هذه الخطوات النضالية، في أنهم بالحق قضاة حامين للحقوق وحامين الحريات وحامين للنظام الديمقراطي. أدعو كل فئة الشعب التونسي، كل منظمات المجتمع.